أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ودانية عليهم ظلالها وذللت
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ويطوف عليهم ولدان مخلدون
مآتبتهم لؤلؤا منثورا وإذا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وقل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا إذ
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ
لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما in ادخلوها بسلام آمنين
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أنا الغفور الرحيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق I'm
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي مناديا ينادي للإيمان.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والعب ذو العصف والريحان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
تقتضيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ف
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وجعل الليل سكنا والشمس
تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة
مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.